اللاعبين اللي تمردوا على الفريق في المشاركة العربية، لم نسمع يعني بعد ذلك الحدث بعقوبات أو قرارات، أو هل بقوا في الفريق، هل غادروا، هل تم شخصيا أنا تمريرهم. تابعت الموضوع لم أرى أي يعني نتائج لهذا الموضوع يعني. بالنسبة للاعبين الخمسة اللي تمردوا أثناء المعسكر التدريبي والمشاركة الخارجية، طبعا تم تحرير مذكرة للاتحاد اليمني، الشيخ أحمد صالح العيسي والدكتور حميد الشيباني أمين عام الاتحاد، فطلب شطب اللاعبين نعم وتجاوبوا معنا والموضوع منتهي، يعني اللاعبين تم شطبهم من يعني لا قائمة موقوفين اللاعبين عن الاتحاد المشاركة في اليمني. الموسم المقبل. لا، ما لهم حق، تم شطبهم نهائيا ما سمعنا، ما يعني الإعلام ما سمعش بهذا الأمر يعني. لا، موجود رسميا، احنا قدمنا مذكرة رسمية وهذا للاتحاد انفراد اليمني للبرنامج، انفراد للبرنامج، لو تذكر الأسماء الخمسة بس للتذكير يعني. الآن عمل محمد جويل وعابد يسلم ومنير يسلم وعبد الله الشيباني وحمود الشيبة.